اسمي راغو، وكنت أعيش في قرية صغيرة في الهند، حيث الشمس تشرق يومياً بنفس الطريقة، والسماء تظل زرقاء، لكن الأحلام لم تكن تعرف الحدود. كانت حياتي بسيطة، أعمل في الحقول، أحصد المحاصيل، وأساعد عائلتي. كنا فقراء، لكننا كنا نملك بعضنا البعض، وهذا كان يكفي. في يوم من الأيام، جاء رجل غريب إلى قريتنا، بدا وكأنه يحمل العالم في جيبه. تحدث معي بلطف وعرض علي فرصة لا تعوض، العمل في السعودية. قال إن هناك الكثير من المال والفرص، وأنني إذا ذهبت سأستطيع مساعدة عائلتي وتحقيق أحلامي. لم أتردد، كان ذلك يبدو كالحلم. تركت قريتي وعائلتي وحزمت حقائبي وتوجهت نحو مستقبل مشرق. عند وصولي إلى السعودية، التقيت بالكفيل الذي كان من المفترض أن يساعدني. بدا ودوداً في البداية وأخذني إلى المدينة. كانت المدينة كبيرة، أكبر من كل ما رأيته من قبل. كانت المباني شاهقة والأضواء تلمع في كل مكان. شعرت بالرهبة والإثارة، لكن سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس. في ليلة مظلمة، أخذني الكفيل إلى مكان بعيد في الصحراء. لم أفهم ما كان يحدث، لكنني شعرت بالخوف. سلمت إلى رجل قاسي الملامح، لم يكن يبتسم أبداً. كان يتحدث بلغة لم أفهمها، وأمرني بالعمل في مزرعة كبيرة، حيث لا يوجد سوى الرمال والشمس الحارقة. أدركت حينها أنني بعد كعبد. الأيام تحولت إلى شهور، وأنا أعمل من شروق الشمس حتى غروبها، لا راحة ولا رحمة. كنت أشعر بالحنين لعائلتي، وأتساءل إن كانوا يفكرون بي. لم يكن لدي طعام جيد ولا ماء نظيف. كانت الحياة جحيماً. حاولت الهرب. في إحدى الليالي، بينما كان الجميع نائماً، تسللت خارجاً من المزرعة وركضت في الصحراء. لم أكن أعرف إلى أين أذهب، لكنني كنت أعلم أنني أريد الحرية. ركضت حتى شعرت أن قدمي لم تعد قادرة على التحمل. وجدت نفسي في وسط الصحراء، تائهاً، بلا ماء ولا طعام ولا أمل. كنت جالساً، منهكاً، عندما أحاطت بي مجموعة من الماعز. كانت تنظر إلي بعيونها الهادئة، كأنها تفهم معاناتي. شعرت بنوع من الارتياح في صحبتهم، وكأنهم هم أيضاً يعانون من نفس الشعور بالوحدة. بدأت أتحدث إليهم، وكأنهم رفاقي في هذه العزلة القاسية. أحياناً أتساءل إذا كنت سأتمكن من العودة إلى قريتي، إلى حياتي القديمة. لكنني أدرك الآن أن هذا ليس مجرد حلم يمكنني الهروب منه. هذه قصتي، وأنا من يجب أن أكتب نهايتها. ربما لن أعود أبداً، وربما سأظل هنا تائهاً في الصحراء، لكنني سأظل أقاوم، سأظل أحلم، لأن الأحلام هي الشيء الوحيد الذي لم يستطيعوا أخذه مني.